اهلا وسهلا بكم من جديد. يا هلا بالعرفج. يا هلا والله ابو سعد، حياك الله. طبعا حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج، الناس مشتاقين لك والله. وانا وهذا اصابك بالغرور. انا مشتاق صار عليك شكاوى وملاحظات كثيره جدا. اني ايش انا غرور؟ غرور هذه تعالي طبيعي طبيعي. المتاجره بحب الناس، المتاجره ازين من المتاجره بالدين على كل حال. متاجره بحب الناس، لا الواحد كمان لازم يتغلى شويه ابو سعد عشان يعرف قيمته عند الناس، اما غيابي وحضوري صعبه مشكله والله. طيب راح نروح لأول خبر، يعني أكدنا بلاش. أول خبر، وسائل التواصل الاجتماعي في سلاح الأعداء من صحيفة المدينة، نتابع. حذر في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله وسط الرياض التي ألقاها نيابة عن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من الإعلام الجديد قائلا: لقد أصبحت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سلاح الأعداء، وأنها تشكل عقول الناس وترسم أفكارهم، فلا بد من تمييز الغث من السمين، وإن هذا الزمن يشهد سباقا محموما في نقل الأخبار في زمان قد اتصل أدناه بأقصاه وامتلأت سماؤه بالفضائيات وغصت أرضه بالصحف والمجلات، ناهيك عن أعجوبة هذا العصر شبكة المعلومات العالمية المعروفة بالإنترنت، مؤكدة الخطبة أن الإشاعات قد أصبحت سلاحا بيد المرجفين هدفهم تفريق الناس وتشتيتهم مع سعيهم للفتنة والاختلاف وتكبير الأخطاء. تعليقك يا دكتور. أبدا، أول شيء طبعا أنا أشكر المفتي اللي بين فترة وفترة يعني يوجه الناس ويعطي إرشادات، وأيضا مصداقيته عند الناس عالية، والناس بطبيعتها عندنا بسيطة وأيضا يعني تستجيب لطلبات المفتي. لكن عندنا يا أبو سعد مسألة كثرة التنبيهات وكثرة الوصايا وكثرة لنا، لابد أن نجد حل. أنا مثلا أقول لك أنه من الحلول مثلا أنه أهل الفكر وأهل الرأي المعتدل أنهم يشاركون مناطق التواصل الاجتماعي، يشاركوا فيها. هم أكثر الآن أكثر طلبة العلم مثلا اللي يعرفهم ما يشارك، يقول لك لا هذا مضيع الوقت وذا. أنت مدام تركت البسطاء والناس للفكر الدخيل أو الفكر الطارئ أو الفكر المتطرف أو حتى للفكر الهابط، لازم تتحمل، لازم تتحمل. أنا عجبني يعني أنه سماحة المفتي قال نركز على نميز بين الغث والسمين، جميل، لكن أحتاج آلية أنا عشان أعرف الفرق بين اللون الأبيض والأسود، أحتاج بصر وأحتاج بصيرة، فهي تستمر. أيضا يجب كمان أن الناس يا أبو سعد يرتقي وعيهم، وللأمانة ترى أول ما جاء مثلا تويتر كانت مصداقيته 100%، بعدين تقل، الناس مع الوقت تمتص الأشياء، يعني ترى تداخل المعلومات الآن وتعدد جهاتها هذه جت في صالح المعلومة. أول كنت تسمع أي خبر تصدق، والآن تسمع خبر يا بويا هل هو صحيح، هل الخبر رواه البخاري، هل ورد في واز، هل رد، يعني بدأت الناس تتأمل وتتدبر أنه قبل لا تنفي أي شيء. ولذلك العرب الحين تقول تساوي بين واز والبخاري؟ لا لا، أنا أقصد أنه لما نقول حديث مثلا يقول هل رواه البخاري، المقصود فيه التثبت، الله عز وجل أوصانا بالتثبت يا أبو سعد. بعدين العرب إيش يقولون؟ العرب العرب عندهم مثل حكيم يقول كفى المرء عيبا أن يحدث بكل ما سمع. ما أقول كل شيء تسمع وتحدث الناس فيه، يعني هذا عيب أنك أنت، وهذا هذا ترى تهمة موجهة لك لما تتكلم في كل شيء من هذا المنبر. حلو. أي لا لا لا، شوف هو يقول رد. أي أرد رد من هذا المنبر. شوف أنا قلت لك أول مثال وأعطيتك إياه، قلت لك الحين لا يحتاج أن يكون أنا عندي متخصص في علم الألوان عشان أعرف أن الإشارة الحمراء أوقف، أن حنا دائما نتكلم في أشياء عامة ونعلق الجرس، لكن اللي يفعل الفعل هو المختص. مثلا أنا أقول لك أنا بلغ أقول والله في المكان الفلاني في حريقة، لكن أنا لست رجل الدفاع المدني، رجل الدفاع المدني هو اللي يذهب هناك، أنا مهمتي كذا. أنا وعلي هنا نعلق الأجراس فقط، يا جماعة ترى هنا خلل، طبعا الوزارة المختصة تدرس الأمور. أنا الآن أقول لك أن المفتي للأمانة صرح تصريح أعطى الناس يعني إشارة أنه ترى وسائل التواصل الاجتماعي فيها خطورة، أنا أكد على الخطورة، لكن الحل ليس المنع، الحل ليس أيضا ابتعاد الناس عنها، الحل هو الدخول فيها وتنقيتها، لأنه الإعلام مثل العملة بالضبط، العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، ما دام ما عندك عملة جيدة جت العملة الرديئة، نفس الحكاية بنفس التطبيق هذا. المنع ليس حلا أبدا، بالعكس المنع يزيد إقبال الناس على الشيء، يزيد من إقبال الناس. أرجو أن يكون يعني ما أطلت عليك. بعدين ترى أنا أتكلم بقروش، يعني تقول لي أنك تتكلم في كل شيء، أنت بدافعين لقروش. إيه بس إحنا ما نبغاك نتكلم متخصص، يعني ما نبغاك. لا أنا متخصص، أنا متخصص عن أني أعطي الآراء وأعطي
المناطق الخطورة، لكن هذه تحتاج إلى دارسين. هذه وأين أقسام طيب. علم الاجتماع في السعودية هي اللي تدرس هذا الخطورة. أين من؟ أين أقسام علم الاجتماع؟ أين وزير العمل؟ أين وزير؟ لا لا.